كم زاد وزنك برمضان؟ لا واجد والله 12 كيلو. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم، احنا بالماركة اليوم وعندنا سؤال، ايش كثر زاد وزنك برمضان؟ لا زدت ولا شيء، زين ما اختفيت. هو السر بين الفطور والسحور، الفترة هذه اللي فيها اكل وحلى وسوالف وشاي وحب. هذه طايح فيها؟ لا الحمد لله، لان انا ما قاعد احش واجد. كثير قوي والله، تروف كل كيلو بعيديه صراحه يعني. هذا طايف الليمت. ام علي اللي متوصيه فيني عدل، احسن من دكاتره السكر. الله يحفظ، الله يحفظكم البعض ويخليها لك ان شاء الله، وان شاء الله كل واحد يكون عنده ام علي ان شاء الله. واللي زوجته ما تخبص ها، خلي يجيب له واحده ثانيه تخبص فوقها يعني. انا ما له شغل، هو اللي قال هو اللي قال. 5 كيلو زدت ولا نقصت؟ لا زدت والله حلا. ايه ويجي ام علي محلبيه القيمات. القيمات هذه اوه هي دمرتنا والله. كلمه للي زاد اجرك ايه؟ والله امر الله يا اخوان. امر الله ينعاد علينا وعليك يا حبيبي. اذا تبي تزيد تزيد القيمات وبلوت، القيمات وبلوت تزيد وزنك. كلامك خير القبض حبيبي. مشكور مع اصغر محامي موجود بالمباركيه. ما اسمعك؟ يا سلم عليك. الله يسلمك. اي لاف يو القبض. كلام وانتم بخير القبس. مشكور. احلى قناه بالعالم. الله يسلمك، شكرا. قول لهم كل عام وانتم بخير القبس. كل عام وانتم بخير يا القبس. هذا يحبنا، احنا نحبه. حبيبي حبيبي، يلا سلام عليكم.